نبدأ على بركة الله. اليوم راح نوريكم طريقة فتح جيميل. اللي ما يعرفش يفتح جيميل، تذهب إلى المتصفح كروم، تكتب هنا كري ان كونت جيميل، يذهب بك إلى هنا إنشاء حساب جيميل، تضغط عليه إنشاء حساب جيميل. يجب إنشاء حساب جيميل، يمكنك استخدام اسم المستخدم. تذهب إلى إنشاء حساب وجوتي ان كونت. انا ديجا عندي الكونت، مي نفتح واحد اخر نوريكم الطريقه. بور موا بور جيري مون اللي يحب يفتح الكونت تاعو خاصة بيه، واللي يحب يفتح كونت بور جيري لور انتربريز. يديك لهاد لاباج الاسم، يعني الاسم تدخل اسمك واللقب تاعك، كيما الا حاب تفتح باسم واحد اخر نورمال كيما انايا نفتحها ازواو ازواو. كي تدخل اسمك دير سويفون. هنايا لانفورماسيون فوتر دات دو نيسونس و فوتر سيكس، عيد ميلادك و الجنس تاعك، يعني الجور دير شهر دير اللي حب دير لي زانفورماسيون صحيحة، ولا حب ديرها كيما تحب انت. تختار الجنس تاعك و لي زيتاب الموالية. ابري يمدولك يقول لك اختار الادريس اللي راك تحب، يمدولك زوج. ولا راك حاب تكري تفتح و دير اسم واحد اخر، هنايا تروح للاخرانيه كري فوتر بروبر ادريس جيميل، هنا تختار واحد من هادو اللي يمدولك خير ديريكت فاسيلمون، تكون حاجه سهله. ابري يدولك انا اختار المود باس، examine les informations de votre compte. دير سويفون، تروح لتحتانية دير جاكسيبت. يعني حاجة سهلة. أو الكونت تاعك تفتح تخليها نورمال. تصبر شوية باش يدير لي زاناليزي تو.
كيكون الكونت تاعك مفتوح تجي لهنايا لابليكاسيو تاع جيميل، تدخل لهنا وتدخل الكونت تاعك، اسم لادريس ايميل والمود باس، تروح لهنا تضغط على هذه الصورة ودير اجوتي ان كونت، او الكونت تاعي تاجوتي هنايا ازواو ازواو 550@gmail.com، يفتح الكونت تاعك في جيميل. لا تنسوا ان تدعمونا ب لايك ومتابعة الحساب ليصلكم كل جديد، لا تبخلوا علينا. هالكونت تاعك صايي، دخل ليه نورمال.